بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نرحب بمندوبي شركة زين الاتصالات ونشكركم على هذه الالتفاتة وهذا العمل الطيب الخيري في شهر رمضان المبارك. كما تعلمون أيها السيدات والسادة أيها المشاهدون بأن شهر رمضان هو شهر الخيرات وشهر الطاعات وشهر الإحسان إلى النفس وإلى الناس الآخرين أيضا. وكما وصف الرسول عليه الصلاة والسلام شهر رمضان بأنه سيد الشهور، فبما أن هذا الشهر يتميز عن الشهور الأخرى بمسائل عبادية ومسائل إنسانية مسائل أخلاقية، منها أن الإنسان في هذا الشهر المسلم يكون في غاية الجود وفي غاية العطاء وفي غاية الإحسان وفي غاية مد يد العون والمساعدة للمحتاجين والفقراء من المسلمين. فالجود في هذا الشهر يشمل حتى المسائل العبادية، الإنسان يجود بالعبادة بالصلوات بالدعاء بالذكر بتلاوة القرآن الكريم، والجود بالمال، الجود بالطعام، الجود بالملبس، الجود بكل ما يحتاجه المسلم. ولهذا المسلم في هذا الشهر يجب أن يكون في غاية العطاء وفي غاية الجود، وكما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود ما يكون في شهر رمضان، فهو يجود بجهده وفي العبادات وفي الصلوات وفي الطاعات حتى في المساعدات وحتى في الإحسان. ولهذا نحث أنفسنا ونحث المسلمين على أن يبذلوا ما بوسعهم لمساعدة الفقراء والمساكين واليتامى والأرامل في هذا الشهر المبارك لكي يسعدوا الناس أيضا، وبخاصة فإن أيام العيد على الأبواب وأن شهر رمضان يودعنا، فلننقل البسمة والفرحة إلى بيوت الآخرين ولنشبعهم ولنكسوهم بالملابس الجميلة ولنضع البسمة على وجوه اليتامى والأطفال المحتاجين الذين يحتاجون هذه المساعدات. ندعو الله عز وجل ونسأل الله عز وجل أن يعيد الأمن والأمان والاستقرار والبسمة إلى وجوه العراقيين، وأن يعيد العراق ويعيد محافظات العراق إلى الأيام السالفة السابقة من العز والمجد والكرامة والعيش الرغيد كما كنا إن شاء الله. وأملنا بالعراقيين الذين يمتلكون ما يستطيعون به مساعدة الآخرين أن لا يبخلوا على إخوانهم وعلى أبنائهم وعلى أبناء شعبهم على أبناء جدتهم من الشمال إلى الجنوب، من بصرة إلى زاخو، بكافة أطيافه، بكافة مذاهبه، بكافة قومياته، لا فرق بين مذهب وآخر، لا فرق بين قومية وأخرى، لا فرق بين كردي وعربي وتركماني ومسيحي ومسلم وشيعي وسني، فكلنا إخوة متحابون وكلنا أبناء هذا الشعب الواحد الذي ضحى من أجل عزة وكرامة هذا البلد. على قرب شأنه وجلاله، وهو الذي بلغ العلا
الختام أود أن أشكر الشكر الجزيل الخاص لشركة زين للاتصالات التي قامت بتوزيع الهدايا في هذا الشهر المبارك. ولا ننسى أن شركة زين لا توزع هذه الهدايا فقط، وإنما لها مسائل خيرية ومسائل إحسان باستمرار، مثل كفالة الأيتام ومساعدة الأرامل والمساكين في كافة أنحاء العراق. فنسأل الله تعالى أن يوفقهم ويديم عليهم هذه الأعمال الخيرة ويعود عليهم هذه الأعمال إن شاء الله بالخير والبركة واليمنى والإحسان. فبارك الله فيكم وبارك الله في الجميع، وعيد طيب وعيد مبارك للجميع، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، صيامنا وقيامنا وصلاتنا ودعاءنا في شهر رمضان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.